تحليق الطيران المروحي فوق بلدة علمة وإلقاء براميل متفجرة على هذه البلدة. الله أكبر. النظام يحاول أن يحارب الشعب السوري الحر بكافة الوسائل والسبل، لكن كل محاولاته باءت بالفشل بإذن الله. الطيران المروحي يحلق فوق سماء بلدة علمة لمحاولة فك الحصار عن كتيبة علمة دفاع جوي 49 المحاصرة من قبل أبطال لواء فجر الإسلام ولواء الشهيد أحمد خلف وبعض الألوية المشاركة، لكن كل محاولاته باءت بالفشل لأن الجيش الحر محكم بالسيطرة على هذه الكتيبة حتى تتحرر بإذن الله.